زي ما يوسف قال كده، هل نادي الزمالك ممكن يكتفي بإعادة الـ 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 الناس اللي عامل لهم إعارة إعارة عنده بدون صفقات؟ حساس ان حضرتك برضو سريعا بس ناخد مصطفى العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فرقة اليد. مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، وحشني، عامل ايه؟ الحمد لله وانت كمان والله، وبسلم على الضيوف المحترمين اللي مع حضرتك، كابتن اشرف وكابتن طارق وكابتن احمد سمير. الله يخليك، الف مبروك. كلهم زملكاويه، كلهم زملكاويه. مبروك يا درش اليد، ومبروك النهارده كره القدم، يعني المكسب مهم الحمد جدا. الحمد لله، الحمد لله، اكيد مكسب مهم. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن سيف، ده مكسب لمصر قبل نادي الزمالك. بالظبط. طبعا. فانا يعني عايز اقول كانت بطولة صعبة، بس الحمد لله يعني مجهود اللعيبة والجهاز الفني الحمد لله المحترم الزملكاوي المخلص، جهاز فني زملكاوي مخلص بجد. أنا بقول كده كابتن سيف عشان أنا بطلع معاهم كل البعثات من أول فترة الإعداد، والحمد لله كنا مشاركين في بطولة في مقدوني فيها أقوى فرق في أوروبا، فترة الإعداد كانت قوية، وبعد كده في لوكسمبورغ كانت برضو بطولة، وطلعنا تاني في بطولة وأول في بطولة. فعايز أقول لحضرتك كانت فترة الإعداد مهمة جدا 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 ليهم، والحمد لله يعني إنجاز. عايز أقول الفرقة الوحيدة اللي في مصر السنة دي اللي أخذت الرباعية، فده إنجاز يحسب لمجلس الإدارة. طيب مصطفى، يعني الحقيقة لقاء النهائي كمان كان لقاء مثير جدا، رد اعتبار كبير جدا لنادي الزمالك. اعتقد وجود عدد من الجمهور ده كله من جمهور نادي الزمالك في استقبالكم، اعتقد ده شيء رائع، واعتقد دي اكبر مكافأة اخذها فرقة اليد، واخدتوها انتوا مسؤولي نادي الزمالك، واستقبال حافل. شايف برضو مسؤولي نادي الزمالك احمد جلال ابراهيم موجود، ويعني شريف منير حسن موجود، انا راكب مع شريف، يعني شريف سلم لي عليه جدا. بسلم عليك كابتن سيف. سلم لي عليك. فهي بص، عايز قبل اي حاجه كابتن سيف بجد والله ماتش كان صعب جدا 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 فعلا، بس زي ما بقول لحضرتك احنا الحمد لله عملنا معاهم مع اللعيبه مع الجهاز الفني، عملنا كذا جلسه بعد ماتش السوبر، قلنا لهم عايزين ننسى قصه السوبر، سيبونا احنا كبعثه وكرئيس جهاز ان احنا نقدر نبعت الشكوى، واحنا يعني احنا هنحل القصه دي، انتوا ركزوا بس في البطوله. وهم الحمد لله سمعوا الكلام وفعلا كانوا مركزين. وعايز اقول زي ما انت بتقول كده، الماتش مش كان صعب. انا حضرت ماتشات يعني من وانا عندي 5 سنين و6 سنين، ما كانش في ماتش مر عليا صعب في حياتي زي الماتش ده بجد والله العظيم. واحمد بيشوط البنالتي، انا كنت يعني مش عايز اقول، انا كنت خايف ان احنا تضيع، ان احنا نلعب اكسترا تايم، واحنا كان يعني كنا عاملين مجهود زياده في البطوله. فالحمد لله ده كرم من عند ربنا. وبرده احب من خلال حضرتك ان انا اشكر سياده الوزير المحترم خالد بيه عبد العزيز، ان هو هنينا اول ما الحمد لله اخذنا البطوله، ومعالي السفير برضو كان على طول بتابع معايا، فبجد الناس كلها محترمه. ولازم تدوروا يا مصطفى على المعلق المغربي اللي كان بيذيع الماتش. يعني معلق يا كابتن طارق؟ المعلق المغربي اللي كان بيذيع الماتش ساعة الجون، قعد ربع ساعة. يعني انا عايزك بس تحيوه، يعني تبعتوا له برقية تحية، دوروا عليه تشوفوا اسمه ايه، يعني بصراحة يعني هي يعني شدنا بطريقه غريبه جدا في قدام الماتش. يعني هم عامه والله كابتن طارق كانوا كلهم ناس محترمه مع نادي الزمالك، وهم الحمد لله عارفين قيمه نادي الزمالك، ان احنا الحمد لله مسافرين واحنا برضو ابطال الدوري، وبرضو كان من خلال المغرب من النط. الحمد لله نادي الزمالك معروف جدا جدا جدا، بالذات فرقه الهاندبول معروفه داخل افريقيا. وزي ما بقول في بدايه كلامي يا كابتن طارق، والله احنا انا بقول لحضرتك كنا بنلعب من اقوى فرق في اوروبا، يعني في بطوله لوكسمبورغ كنا بنلاعب اللي هو لاعب برشلونه السنه دي في نهائي كاس اسبانيا، واخدنا البطوله. فعايز اقول لحضرتك احنا الحمد لله فرقه الهاند بول، احنا بس ان شاء الله كمجلس اداره لازم برضو محتاج تدعيم، وان شاء الله نكمل الانتصارات على طول ان شاء الله. يعني مصطفى، هل في مكافاه خاصه للعيبه؟ هل في حاجه اتكلمتوا فيها مع المجلس؟ مع مجلس الاداره بقى، انا كمجلس بقى الحمد لله انا وصلنا بالسلامه، وكل الكلام ده هيبقى داخل مجلس الاداره. واللعيبه دي يا كابتن سيف بيني وبيننا يعني بجد لازم تستحق ان هي يعني اي حاجه بتطلبها هو بامانه. لعيبه رجاله كابتن سيف، فرحوا مصر كلهم وفرحوا جمهور الزمالك طبعا. ف هما كمان عايز اقول حاجه يا كابتن سيف بجد، تربيه داخل نادي الزمالك، كابتن طارق عارف وكابتن اشرف وكابتن احمد سمير عارفين الكلام ده. طب انت هناك يا مصطفى، ما كانش في اتصال مع مجلس الاداره او مستشار مرتضى منصور لوجود مثلا مكافئات؟ عامه احنا عايزين نبوظ الفرح تمام. احنا كده كده كان في طبعا اتصال من الوزراء، كانوا بيطمنوا وكل حاجه، بس احنا
يعني زي ما بقول لحضرتك لو في اي حاجه حتى صارت الوقت اللي فات انا طلعت وقلت انا اتعلمت يا كابتن سيف من اخطائي ومش عيب. انا لغايه دلوقتي والدي بيتعلم وانت بتتعلم وكلنا بنتعلم، وانا بتاسف لكل واحد زملكاوي قبل كده انا طلعت حتى لو واجهتني مشكله ان انا اطلع اواجهها في الاعلام، فانا في مجلس اداره ولو في اي حاجه ضايقتني هتكلم من خلال مجلس الاداره كابتن سيف. فزي ما بقول لحضرتك مش عندي اي مشكله خالص خالص خالص. انا الحمد لله اتعلمت وهفضل اتعلم وانا داخل عشان اتعلم، والناس كلها الحمد لله عارفه مصطفى سيف العم نادي الزمالك مش حبه لاي حد تاني. كلام محترم وان شاء الله تفضلوا كده وان شاء الله تفضلوا المجلس هادي ونجاحات وانجازات. اتمنى لك كل التوفيق يا مصطفى ان شاء الله والف مبروك. ربنا يخليك. بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. مصطفى سيف العماري عضو مجلس اداره نادي الزمالك.